الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. قولوا آمين. آمين آمين آمين. الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل عملا طيبا مباركا فيه، وأن يجعله مقبولا ومتقبلا عنده. قولوا آمين. آمين يا رب. آمين. درسنا أو أخذنا في الحلقة الماضية مع فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ دياب الرفاعي الوجه الأول من سورة النبأ. أخذنا الوجه الأول من سورة النبأ وبينا واستخرجنا ما فيه من أحكام، ولم يترك الشيخ شاردة ولا واردة إلا ووضحها وبينها، فجزاه الله عنا خيرا. وكان من المفترض أن يكون هو القائد في هذه الليلة المباركة، لكن لظروف خارجة عن إرادته اعتذر قبل اللقاء بحوالي 10 دقائق أو ربع ساعة، اعتذر عشان عنده ظروف، وإن شاء الله هو بيبلغ عذره ويبلغ تحياته لجميع الأعضاء، وخاصة الناس اللي كان موعدها هيكون معها النهاردة، لكن حبسه حابس. أسأل الله أن يقضي لنا وله الحاجات. قولوا آمين. آمين. إن شاء الله نستأنف ما بدأه الشيخ. كان الشيخ شرط علينا شرط أن إحنا اللي خدناه في الحلقة، ما أخذناه في الحلقة الماضية، سنسمعه غيبا في هذه الحلقة. نبدأ التسميع من فضيلة الشيخ أو من فضيلة المستر محمد عبد الدايم، سيسمع لنا الوجه الأول من سورة النبأ. وأرجو من الجميع أن يركز، وربما أقول لفضيلة الشيخ محمد عبد الدايم أقول له حسبك، يعني كافي، يعني توقف ويكمل غيره بعده، خلاص، فلينتبه الجميع. تفضل يا مستر، استعذ بالله ثم اقرأ البسملة ثم ابدأ في السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم حسبك. احنا يا جماعة لما نطلب من حد يتوقف من السنة أن نقول له حسبك أو كاف أو على رسلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن مسعود، لعبد الله بن مسعود، يا ابن مسعود اقرأ علي. قال أو أقرأ عليك وعليك أنزل؟
قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود فقرأت أول سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمسك أمسك يا ابن مسعود أمسك يعني كافي كافي يعني توقف. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان أي بالدمع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. قال ما يبكيك يا رسول الله؟ قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يعني كل أمة من الأمم السابقة يأتوا بشهيد وجئنا بك أي يا محمد على هؤلاء على جميع الأمم تشهد عليهم وتشهد على الأنبياء والرسل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنتعلم من السنة أن لما نقول لحد ما نقولش بس كفاية كده لا وقف لا استنى لا حسبك أو أمسك أو كاف حسبك أو أمسك أو كاف أو على رسلك في بعض الروايات. ماشي يكمل بعد الأستاذ محمد عبد الدايم. ما تقييمك يا شيخ؟ لا رائع رائع لا ورائع لا ورائع لا يجوز أن أقول لا رائع لا ولكن الأصح والأدق أن نقول لا ورائع. ما ينفعش نقول لا رائع يعني لا رائع يعني مش رائع على فكرة يعني لكن الصواب أن نقول لا ورائع. حتى قالوا فيها قضية فصل ووصل فما ينفعش يقول لا بارك الله فيك لا هي لا وبارك الله فيك كما كان هذا مع سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ممتازة يا مستر محمد أكسلنت الله يا سيدي الله يبارك فيك. طب احنا هنبدأ بترتيب الدخول بعد كده معلش يعني نبدأ بترتيب الدخول اللي دخل معنا أولا الأستاذ مالك حسين. الأستاذ مالك حسين موجود؟ الأستاذ مالك حسين أستاذ مالك طلع ولسه داخل. طيب يعني استناه ولا لسه متأخر؟ لا هو المايك بتاعه لسه لم يفعل حتى الآن. فعل المايك؟ ما فعل المايك؟ الأستاذ مالك برضه. حسين سامع؟ الأستاذ مالك حسين لم يفعل المايك لسه تاني. طب ممكن ننتظر على الأستاذ مالك ناخذ بعد منه الأستاذ خالد البنا دكتور خالد البنا. السلام عليكم. وعليكم السلام معالي الدكتور. أكمل إن شاء الله. نعم نستأنف من قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت فكانت أبوابا فكانت أبوابا وسيرت يا دكتور القلقلة تقول الباء ونسر التاء لا تقول فكانت لا فكانت أبوابا فكانت أبوابا لا 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 تقلقل التاء مش فكانت فكانت أبوابا أيوة نعم فكانت أبوابا صحيح كده؟ نعم أحسن وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا دكتور خالد ولا شرابا إلا أيوة. حميما إنهم كانوا لا يرجون وكذبوا بآياتنا أعوذ بالله آياتنا كذابا
يا دكتور خالد. تمام ايوه مع حضرتك. بس يبدو ان النت عند حضرتك يعني بيتقطع. ما عشان على الباقه معلش، والشبكه عندي وحشه والله. يعني السلام عليكم. رجاءً بس رجاءً يعني لو في حد مش بيقرأ يقفل المايك لأنه بيعمل ضوضاء شوية. فعلاً والله فعلاً كنت هنبه على اسم محمد عبد الدايم. أنا قفلت والله شغال بقفل عليهم بيفتحوا تاني. تمام يا شيخ كارم؟ امتى دور النهائي؟ السلام عليكم يا مستر محمد. نعم. تقريبا حضرتك قفلت صوت على الشيخ كارم. بدل الشيخ كارم هو شغال عندنا وحتى بحاول هو شغال معي في نفس الوقت ولا ايه؟ لا انا كده الصوت شغال عندي. ايوه طيب ما هو شغال بقول لك ما قفلهوش. ما انت يمكن عملت ميوت اول. لا هو مش كلها الجماعه اللي كلهم التانيين بس اللي قفلنا عليهم. احسنت ربنا يبارك فيك. يا مشايخنا الاستاذ مالك حسين ده مش موجود. خلاص اللي بعده الاستاذ سيد البنا قرأ، اللي بعده الاستاذ الرفاعي احمد محمد. نعم فليقرأ من اول سورة النبأ. انا اذكر اخواني ان اليوم نبدأه بتسميع ما تلوناه في الحلقة الماضية. الرفاعي احمد محمد. نعم تسمعني؟ نعم تفضل اقرأ من أول سورة النبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. يا الرفاعي أحمد. نعم معلش أعد. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. نعم. وأنزلنا من المعصرات ماء. وضح كسرة الصاد يا رفاعي. المعصرات ماء ثجاجا. انت سنة كام يا رفاعي؟ الصف السادس. الصف السادس بارك الله لك تفضل. نعم. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. أسبك.
حسبك أحسنت وأحسن الله إليك. كافي كافي ماشي تمام كافي. الأستاذ محمد حسين، الأستاذ محمد حسين يبدو أنه مش موجود. الأستاذ محمد حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتندعوا علي ولا حاجة عشان أنا عندي بيروح ويجي؟ إحنا بندعى الأستاذ محمد حسين. طيب خلاص ماشي، أنا اعتذروا لي لو ما لقيتونيش النت بيفصل ويشتغل وحده. لا ولا يهمك. ماشي ممكن. بعد الأستاذ محمد حسين الأستاذ منتصر حلمي. السلام عليكم أهلا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ منتصر؟ عامل إيه فضيلتك؟ أخبارك وأخبار عائلة الشاور كلهم؟ الله الجميع بهديك السلامة مولانا بارك الله فيك. علمك الله، أسأل الله أن يحفظكم جميعا. إن شاء الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله. نستأنف يا أستاذ منتصر، إن كنت حفظت معنا اللوح نستأنف تسميع. نعم. لو ما حفظتش خلاص إحنا ممكن إن شاء الله ننظر في المهم. ماشي نكمل من أول قول إن شاء الله مولانا إن شاء الله حفظ. نعم اتفضل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين. منتصر. نعم. إن جهنم أعد. نعم مولانا أعد هذه الآية. إن جهنم كان إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. خليك معي خليك معي. إن جهنم كانت مرصادا دا وليس ضا دال دا مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها. يا أستاذ منتصر معلش. نعم. لابسين فيها لا نقول أحقاب وإنما نقول لابسين فيها كأنك تقول أحمد أبهم. نعم نعم لابسين فيها برضو على برنامج الزملاء أحقاب ما خلاص أنت خلصت. لا يذوق لا يذوقون فيها برد. نعم ولا نعم. لحظة من فضلك. لا يذوقون فيها. لحظة من فضلك. لحظة من فضلك. يا عمار عبد المنعم الرفاعي أحمد. لو سمحت يا جماعة أغلقوا المايك. أغلقوا المايك من فضلكم. حتى ماشي. لا تشوشوا على إخوانكم. ماشي. ماشي فضل المنتصر استأنف أكمل. نعم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. منتصر وغساقا. لا فيها كلمة تانية. نعم. قبلها لا يذو وليس يذو. الذال والظاء من مخرج لا يذوق لكن يختلف في الصفات. حاضر. لا يذوقون لا يذوقون كده يذوق لا يذوقون نعم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء حميما و إلا حميما وغساقا جزاء وفنهم كذابا
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. أحسنت، جزاك الله خيرا. الأستاذ الشيخ إبراهيم عبد النعيم. سيدنا طيب بتعشتنا تفضلوا. طيب ربنا ربنا يعشيك من طعام الجنة إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا في مستر محمد البدري. مستر محمد البدري تفضل يا مستر محمد. السلام عليكم يا شيخ كان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الصوت الشجي. الله يرضى عنك، أكرمك الله. الله يبارك فيك. تفضل يا مستر. من أول السورة يا شيخ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كده انت وقعت ولا حدش سمع عليك. كده انت وقعت ولا حدش سمع عليك. لعله طيب. ودولك المصريين. ذكرت الاستعاذة جهرا في موطن السر. أنت لست المبتدئ. أليس كذلك؟ الشيخ إبراهيم قال بيتعشي. نعم بس أنت لست المبتدئ. هو الشيخ ابراهيم ما قرأش خالص. هو دخل في المقرأة وقال انه بيتعشى، فانا حسبت انه ده خارج موضوع المقرأة، وعودتونا يا لا. شيخ انه لو خرجنا عن المقرأة نستعيذ، صح كده؟ ما هتستعيذ بس تستعيذ سرا لا جهرا، لانك لست المبتدئ. المبتدئ هو الذي يستعيذ. يا شيخ كارم معذرة. تفضل. لو حضرتك تتفضل وتعلمنا مواطن الجهر والسر لأنها أول حصة اليوم لي. حاضر الشيخ خالد. بعد القراءة بعد القارئ لا بأس، يعني ليس شرط الآن. أنت حضرتك يا أستاذ خالد أنت أول حلقة معنا صحيح؟ آه. هذه المقرأة قائمة من بداية شهر رمضان المعظم، فدرسنا بها بعض دروس التجويد، وها نحن الآن نتم على ما درسنا، لكن من بعد رمضان في بداية شوال بعد العودة والاستئناف وضعنا منهجا حتى يعني ندرس ونمر على أحكام التجويد كاملة بفضل الله إن شاء الله. سيكون إن شاء الله هي موضوع في حقه إن شاء الله درس إن التجويد شاء الله. حاضر حضرتك تؤمر. جزاك الله خير. وجزاك خيرا مني. اتفضل يا مستر محمد. أكرمك الله يا شيخ. أنا هبدأ بسؤال كده بعد إذن الجميع يعني. اتفضل. إحنا في مقرأة شهر رمضان كنا إذا خرجنا عن الموضوع كنا نستعيذ جهرا، فهل في بداية نعم. الصورة في بداية الصورة الاستعاذة تكون سرا لو خرجنا عن الموضوع، ولا ده إيه موضوعها بالضبط؟ أولا لابد أن نعلم علم اليقين أن الاستعاذة ليس لها علاقة ببداية الصورة. الاستعاذة ليس لها علاقة ببداية الصورة، وإنما علاقتها ببداية القراءة. طيب وفي حال الخروج عن نص القراءة البسملة هي المرتبطة بأول الصورة، لكن الاستعاذة مش مرتبطة بأول الصورة، بمعنى هي متعلقة تعلق شديد بالقراءة. متى قرأت استعاذت؟ سواء كانت هذه القراءة في بداية الصورة أو في منتصف الصورة أو في آخر الصورة، يبقى هي متعلقة تعلق شديد ببداية القراءة وليس لها تعلق ببداية الصورة. يعني بداية القرآن هقرأ دلوقتي، ربنا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ، لم يقل فإذا قرأت من بداية الصورة، لا، وقت ما تحب تقرأ يبقى خلاص جاءت الاستعاذة. جاءت الاستعاذة، يبقى الاستعاذة واجبة عند بداية القراءة، بخلاف رأي الجمهور طبعا الذي يقول بأنها مستحبة، حيث حمل الأمر في قوله تعالى فاستعذ على الاستحباب والندب، بينما فريق غير الجمهور حملوا الأمر على الوجوب وقالوا لم يصرفه صارف، لا توجد قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. الخرافة عشان ما نخدش بس في مسألة الأحكام حاليا، احنا في جزء التسميع. الاستعاذة متعلقة ببداية القراءة، حيث بدأت استعذ، لكن متى تستعذ سرا ومتى تستعذ جهرا هذا ما ذكرناه في شهر رمضان. من ضمن مواضع السر
إذا في وسط جماعة يقرؤون القرآن بشرط ألا يكون القارئ هو المبتدئ. طب وفي حين الخروج عن موضوع المقرأة يكون جهرا ولا سرا؟ هي ده السؤال. أنت لم تخرج، أنت لم تتكلم، أنت لم تتكلم، تكلم غيرك وقال أنا شيخ أنا معتذر. خلاص أنت تقرأ بقى، أنت خلاص هو كان رقم 4 مثلا، أنت خلاص بقيت رقم، أنت كنت رقم 5، أنت أصبحت رقم 4. فرقم 4 ده هيستعيد سرا ولا جهرا؟ تمام سرا. يبقى إذن إذا كان انسلخ مشى، مشي راح يتوضى راح يشرب راح ياكل زي ما عمل الشيخ ابراهيم كده، خلاص انا احل محله واخذ حكمه. هو كان حكمه يا استاذ جهرا ولا سرا؟ كان سرا. ها يا استاذ سرا لما مبتدئ. اول واحد بس اللي هو مستر محمد عبد الدايم، اول واحد بدا المقرا هو الذي يستعيذ جهرا حتى ينبه الغافل. تمام افادك الله شيخنا بارك الله فيك وافادكم ربي. دقيقة ونص على الاجتماع فلينتبه الجميع. باقي من الزمن دقيقة ونصف. هنخش على نفس الرابط بتاع الشيخ كارم ان شاء الله. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. اخبارك يا سيدنا؟ ماشي يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ محمد عارف اكرمك ربي. تفضل مستر محمد من البدري عشان نكمل دقيقة يعني. ماشي يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن طول المد شوية. طول المد شوية خليها أربعة. تمام يا شيخ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا. نستأنف مستر محمد بدري كده هنقول بقى ساعة جهرا بقى. تمام يا شيخ. يلا بقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. بوك أحسنت وأحسن الله إليك. أحسن. بعد المستر محمد البدري أستاذ خالد. الأستاذ خالد أي الخوالد؟ خلي بالكم بقى. خالد أحمد أم خالد من؟ هو لا أنا اللي كاتبه عندي خالد كاتب اسمه عربي فقط خالد فقط لم يذكر. عندنا خالد الأستاذ خالد البنا وعندنا الأستاذ خالد المغربي موجود معانا برضه وده وخالد استاذ خالد المغربي من اوائل الناس اللي دخلوا الحلقه خلي بالك. استاذ خالد المغربي؟ هو انا مسجل عندي استاذ خالد بس عربي. لا في خالد المغربي وفي استاذ خالد البنا وفي استاذ خالد فقط. وفي استاذ خالد كمان خالد احمد. استاذ خالد الاستاذ خالد المغربي كان كاتب خالد بس وبعد كده كتبها خالد المغرب على ما اظن. ايش نعم نعم غيرتوها. نعم نعم وانا غيرت خالد البنا خليتها بالعربي عشان ما تتلخبطوش بس.
ماشي يا دكتور. الحمد لله. ومعلش مش دكتور والله، محاسب يعني. دعواتك ان شاء الله بقى دكتور في المحاسبة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله دكتور في المحاسبة ودكتور في القرآن الكريم ان شاء الله. الله يكرمك يا شيخ، الله يكرمك ان شاء الله. اسأل الله ان يحشرنا جميعا في زمرة الكرام السفرة الكرام البررة. آمين. الذين يقول لهم ربهم اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قولوا آمين. آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. ماشي الأستاذ خالد المغربي فليتفضل. شكرا. من أين أبدأ؟ من قوله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، الآية 17. إن شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم إن يوم الفاء، نرق الفاء ونفخم الصاد. الفاء الفصل. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الأستاذ خالد. نعم. من أين؟ من المغرب. من المغرب. فخم الراء فكانت سرابا وليست ترابا. لأن الأغلبية نحن في المغرب نقرأ بورش، هذا هو نعم نعم، القراءة المنتشرة في المغرب هي قراءة الإمام ورش رحمة الله عليه وعلى الجميع. التحول من 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 ورش إلى حفص يعني. قد يكون صح. سأحاول إن شاء الله. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. رقق أستاذ خالد، رقق الهمزة والحاء. وكل شيء أحصى وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن. نعم نعم أحسنت، أتيت بها. شكرا جزاك الله خير. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حسنك. كافٍ. الأستاذ محمود النجمي. الأستاذ محمود النجمي خرج يمكن 10 مرات ولسه داخل تاني، يعني شوف غيره. طيب الأستاذ خالد إنجليش كاتب اسمه خالد فقط. خالد كان كاتب اسمه خالد انجلش. خالد احمد. ايوه نعم. الاستاذ خالد احمد. ايوه ان شاء الله. حضرتك سمعني؟ اسمعك جيدا. تمام الحمد لله. انت من فين حضرتك يا استاذ خالد؟ انا من اليوبية. احسن ناس. احسن ناس. الله يكرمك. تفضل يا استاذ خالد. سمعني يا شيخ كارم. عم الحاج احمد حسن اسمعك. نعم. أصل فصل الصوت لفترة كده تكون ندهت علي. لا أنا سامعك. ما شيخ اختار. هو أنت كده لسه قدامك شوية يا عم أحمد لسه. تفضل يا أستاذ خالد. تفضل يا أستاذ خالد أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا
موضح القلقة لو كنت خارج لو سمحت. موضح ألم نجا نجا. القلقة تكون في حروف قطب جد حالة سكونها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. حسبك أحسنت أستاذ خالد. أستاذ خالد الله يكرمك. نعم زادك الله إتقانا. ما وظيفتك؟ الله يكرمك أنا ممرض. بسم الله ما شاء الله. يعني كده الجيش الأبيض. الحمد لله إن شاء الله ربنا يكرم. أسأل الله أن يحفظكم يا رب يا رب وأن يعجركم خيرا مما تبذلون. اللهم أمين يا رب. ربنا يرفع عنا البلاء. زادك الله. اللهم أمين. زادك الله إتقانا. قراءة متقنة وقراءة طيبة جدا. بارك الله فيك. بعد الأستاذ خالد أحمد الأستاذ أو الدكتور عفوا حمادة حماد إن كان موجودا. الدكتور حمادة أولا قدر دكتور نستأنس. إن يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. معلش نسمعها ثاني. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أكيد حضرتك عارف الصور. أكيد عارف إن ينفخ والغنة بتاعته مرققة. نعم غنته مرققة لأن بعدها حرف الفاء. ناشو أنا حاضر. خلي بالنا معلش ونشوفها تاني. هو الصوت بس. هو الصوت يوم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الله يفتح عليك يا دكتور. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله حاجة ممتعة. خلاص عشان إكراما اللي معانا الدكتور ناخد صاحبه بعد منه على طول. شيخ محمود النجمة. شكلك يا شيخنا. صاحبي حبيبي. كده هتتعبني ده برضه بعد الدكتور هجرى أنا مش هينفع. أعمل إيه يا مولانا ما أنتوا جيران. النهارده النت عاملها معاك يا شيخ محمود. آه والله ده تعبني جوا والله. إن شاء الله ربنا يصلح في كم 10 مرات من الصبح. اه والله اقرب مولانا قبل ما يطلع والله شد حالك تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا رحت فين؟ خلي بالك هو بيقرأ برضو على كده بس الصوت مش واصل خالص ده ولا حتى المؤشر بتاع المايك مش ضلع خالص ضلع خالص ماشي الأستاذ عبد الدجاج موجود معاك يا مولانا أكمل ألحق أكمل باقي دقيقتين ويفصل تاني معلش كل دقيقتين يفصل وحده رجع تاني شيخ محمود تفضل يا شيخ محمود معلش متبقي لك محاولة ماشي والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا نعم أحسنت يا شيخ أحسنت بعده الشيخ السكر مصطفى أنور السلام عليكم عليكم السلام وبركاته فين الشيخ؟ الشيخ مصطفى أنور ايه يا شيخ معاك تفضل يا سيدنا أكرم فين؟ إن شاء الله من إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وسيرت الجبال فكانت سرابا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا نعم ما بعد وفتحت السماء أيوة ماشي يا شيخ وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا مد من فضلك فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن كل شيء نفسنا إنهم كانوا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أحسنت يا عم الشيخ جزاك الله خيرا كان معانا حد اسمه الشيخ محمد بركات موجود يا شيخ كارم نعم معانا كده دكتور عبد حميد ودكتور إيهاب عبد حميد زائد إيهاب كده احنا مع بعض يعني
الاثنين مع بعض، بسم الله ما شاء الله. حاضر، هو هم بس قدامهم، هم قدامهم اثنين بس، قدامهم محمد العوض وقدامهم الحاج احمد حسن بس، وبعدين هم مع بعض. والله نمتتني زينا وليا، خليني في الاخر. انت بس ايه، عشان تتعشى وتتمشى كده يا شيخ ابراهيم؟ اقعد يا شيخ ابراهيم عشان الاكل يتهضم يا مولانا. تمام يا سيدي. الاستاذ الشيخ محمد عوض موجود؟ اه موجود الشيخ محمد عوض. الشيخ محمد عوض، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يخليك، عم بكرمك ووسع عليك. اتفضل يا شيخ محمد. انت اول حلقه معنا صحيح؟ اه اول حلقه. تحفظ سوره النبأ ام لا؟ انا اقرا من المصحف. ماشي اقرا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. حسبك حسبك، أحسنت يا شيخ محمد، الله إليك عم الشيخ، زادك الله إتقانا وعلما وعملا، ربنا يبارك فيك إن شاء الله. الله يبارك فيك. عم الحاج أحمد حسن. يوم ينفخ في الصور فتأتون. خلي بالك يا حاج، استنى يا عم الحاج خلي بالك. نعم. أنت النهاردة هتسمع. لا أنت النهاردة هتسمع تسميع ما كنت تقرأ من المصحف. لا يا راجل. ماشي، عشان كنت مع الحلقه اللي فاتت انت. ايوه ماشي، تفضل يا عم الحاج. يوم نعم حبينا نضحك معاك بس في البدايه يعني. والله يا شيخ كارم نحن نتصل بك يا اخي. الله يخليك يا عم الحاج، تفضل. يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فذوقوا فلن نزيد وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. حسبك، أحسنت يا عم الحاج، بسم الله ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك يا خال. الله يفتح عليك، والله قراءة ممتازة بسم الله ما شاء الله. الله يبارك فيك يا خال. الدكتور عبد الحميد زاد الدكتور إيهاب. ماشي، ازيك يا شيخ كارم؟ ازيك يا دكتور، أنت عامل إيه؟ الله يبارك فيك يا سيدنا، الله يخليك. الله يرضى عنك، تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي
نسأل في الفنيات دي دلوقتي، نقول هل الدكتور استعاذ سرا ولا لم يستعذ؟ استعاذ سرا. ايوه كده ممتاز، كده احنا بنثبت عند باقي المجموعه ان هو يستعيذ بس سرا، لان في ناس مش بتاخد لبالها من الحته دي تروح تبدا القراءه على طول بدون ما تستعيذ. احسنت يا دكتور. هو كده الدكتور استعاذ سرا يا جماعه، خلي بالكم استعاذ سرا انه ليس هو المبتدئ. تفضل تفضل يا دكتور. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. أكمل. إن يوم الفصل بس. إن يوم الفصل كان ميقاتا. حسبك. احسنت يا دكتور. انت قرابك الشيخ مصطفى انوار؟ ابن عمي. ابن عمك ده بسم الله ما شاء الله، يعني انتم مأثرين على بعض جدا في القراءه، ده كاني بسمع الشيخ مصطفى انوار. بسم الله ما شاء الله، احنا بنكمل بعضينا. لا ما لسه هقول، انتوا متفقين مع بعض بقى. هو متأثر بيها شيخ كارم عشان هو الاصغر. احنا متعلمين منه. اسال الله ان يجمعكم في مستقر رحمته. امين يا رب. الله يخليك يا سيدي. ماشي. الدكتور إيهاب. إيهاب معك. تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ كارم؟ ازيك يا دكتور إيهاب، أنت عامل إيه؟ لديك الصحة يا رب. عليك والله. أنا سعيد جدا جدا إني بلتقي بالناس دي على مائدة القرآن، والله يعني أسعد حاجة مش هقول لك في اليوم كله، والله أسعد حاجة في العمر كله والله. نصر علينا وعليك إن شاء الله يا رب. اللهم آمين يا رب، إن شاء الله يعني ربنا يقبلنا يا رب. آمين يا رب. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نحاول نفخم راء شوية يا دكتور. وسي راء راء كأنها أقول كلمة راجل راء وسي راء وسيرت الجبال فكانت سرابا. رائع. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسنت أحسنت يا دكتور، بسم الله ما شاء الله عليك. كان في حد معانا اسمه أشرف المهدي، الأستاذ أشرف المهدي، هل هو الأستاذ أشرف شهدي ولا غيره؟ السلام عليكم ورحمة الله. أشرف شهدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان في حد دخل معانا اسمه الأستاذ أشرف المهدي، هل هو نفس الشخص؟
خايف ممكن يكون هو مش نفس الشخص نعم في البداية عندنا سجلت الأستاذ أشرف المهدي وبعدين بعدها بشوية دخل عندي الأستاذ أشرف شهدي يلا على آية أشرف شهدي أشرف شهدي من بركة عندنا غير أشرف المهدي من بركة ده يا أخي مشايخنا أهل بركة والله وأساتذتنا هم اللي علمونا نبارك لهم ولا لهم فضل علينا بعد الله عز وجل ثم مشايخنا سيدنا وأهل الفضل ربنا يبارك تفضل يا أشرف شهدي تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سوف يقرأ معكم ابني عبد الرحمن جميل بسم الله ما شاء الله يعني حضرتك والابن ولا الابن فقط الابن فقط إن شاء الله أحسنت أسأل الله أن يجعله ذرية صالحة آمين يا رب اللهم آمين جزاك الله خيرا أنت وأمه تاج الكرامة بسببه يوم القيامة اللهم اكرمنا يا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله ووفقنا ان شاء الله ويجعلهم ذريه صالحه ربنا يبارك فيكم اللهم امين يا رب جميعا الله يكرمك يا شيخ اشرف الله يخليك تفضل يا شيخ عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يا عبد الرحمن ممتاز بس مد لي معا شوية عرف تعمل مدها شوية طولها ماء ثجاجا very good لنخرج لي حب نعم تفضل لنخرج به حبا ونباتا نعم وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا أحسنت يا عبد الرحمن بسم الله ما شاء الله إن شاء الله أسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن العاملين به في الدنيا الفائزين به في الدنيا والآخرة جزاك الله خيرا وجزاك خيرا مني بعد الشيخ عبد عمار عبد المنعم موجود ولا خرج الشيخ عمار يبدو أنه قد خرج ماشي بعد الشيخ عمار الأستاذ محمد برضو خرج محمد عند كده الأستاذ إيهاب الدكتور عبد الحميد الدكتور إيهاب إيهاب غيب خلص الدرس الأدي الدكتور إيهاب أو الشيخ إيهاب الشيخ إيهاب هل تسمعني إيهاب عربي الشيخ إيهاب إيهاب العربي لا هو إيهاب فقط مكتوب بالعربي يعني أقصد مكتوب بالعربي الاسم مكتوب بالعربي مش إنجليش قرأنا يا شيخ قرأنا مع بعضين داخل مرتين داخل مع الأستاذ عبد الحميد وداخل لوحده داخل مرتين يعني تمام نعم
أين ذهبت يا شيخ كارم؟ رحت فين يا شيخ كارم؟ الحكم الثاني وهو الإضغام سنين صغير. الحكم الثالث إظهار شفوي. الإخفاء الشفوي حرف واحد بس فيش غيره اللي هو الميم اللي هو الباء، أقصد ميم زائد باء تبقى إخفاء شفوي. هتكون مضغة زايدة إن شاء الله هنضرب عليه في المقرأة الآن إن شاء الله. تمام، إن جانا مثال هنتكلم عليه إن شاء الله أو لغاية ما يجي الكتاب هوريك المثال بتاعه. يبقى الإخفاء الشفوي ليه حرف واحد بس اللي هو الباء. خلاص، طيب تعال نعرف يعني إيه إخفاء شفوي. الإخفاء الشفوي هو النطق تمام بالميم الساكنة بصفة بين الإظهار والإضغام، بصفة بين الإظهار والإضغام، يعني هي اللي هي ظاهرة وهي مدغمة تمام، بصفة بينية. يبقى الإخفاء الشفوي هو النطق بالميم الساكنة بصفة بين الإظهار والإضغام تمام، مع بقى الغنة طبعا مقدار حركتين. يبقى الغنة بتاعتي شغالة زي ما هي، يبقى الإخفاء الشفوي معروف كده. طيب سميناه ليه إخفاء شفوي؟ لخروج الميم والباء من الشفة. لو قلت حضرتك أم هتلاقي الميم طلعت من الشفة، لو قلت أب هتلاقي الباء طلعت من الشفة. يبقى إذن سمي إخفاء شفوي ليه؟ عشان خاطر الميم والخروج الميم والباء من الشفتين. خلاص كده، حروفه زي ما تحدثنا حضراتكم انه دي حرف واحد بس اللي هو الباء، حرف واحد اللي هو ايه الباء فقط تمام. ميم زائد باء، ان جاتني بعد الميم الساكنه في المصحف حرف الباء بنسميه اخفاء شفوي. نطقها ازاي؟ نطقها كده، يوم هم بارزون. ثاني، يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، هم به، هم به، كنتم به، وهكذا. وهتلاقي أمثلة كثيرة إن شاء الله لما الكتاب يوصل هوريكم الأمثلة كثيرة جدا في القرآن. الموضوع عند الوقت أقول حضرتك إنه هتلاقي الميم ساكنة حتى عارية عن الضبط، ما فيش لا فوقيها لا فتحة ولا كسرة ولا أي حاجة تدل إن هي متحركة. خلاص، يكون بعدها باء نسميها إخفاء شفوي. الغنة وضعها حركتين زي ما سمعت حضرتك. طيب الكيفية بتاعت النطق بتاعتها، كيفية تلاقي زي كأنك ساكت بالظبط، بص على الملا كده أنت وساكت هتلاقي الشفة لفوق فوق الشفة السفلى، هتلاقيهم فوق بعض كده منطبقتين على بعض دون أن تبقى تكزهاش، ما تبقاش في جز ولا كز فيها، يعني بشكلك الطبيعي خالص كأنك صامت وساكت تمام. هنطقها ازاي؟ يوم هم باء، زي ما انت زي ما انت زي ما انت كنت ساكت هتنطقها، انت وتقرا في القران، يبقى السكون بتاعك زي كانك بتقراها. خلاص، ده كيفيه النطق بتاع اخفاء الشفوي. طيب لو واحد مثلا عمل فرجه بين الشفتين، هذا يعني وارد وجائز عن بعض القراء ننطقها بفرجه بين الشفتين، وانا اختلف مع احد بينطقها بالفرجه تمام، ولكن جمهور العلماء نطقها باطباق الشفتين دون كز ودون تكلف في النطق، يوم هم باء، يوم هم باء، هكذا تنطق. خلاص، احنا ده اللي يعنينا اليوم ان شاء الله هنتكلم عن اخفاء الشفوي. يبقى الميم الساكنه خلينا عارفين واضحين الكلام، هي الميم الساكنه هي الميم الخاليه من الحركات الثلاث. كده خلصت، دي اللي تعنينا. احكامها كم يا مولانا؟ احكامها ثلاث، اللي هي ايه؟ اخفاء شفوي، ادغام مثنين صغير، إظهار شفوي. إن اليوم تكلمنا عن إيه؟ عن الإخفاء الشفوي تمام؟ والميم أن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجى، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إضغام وإظهار فقط. بس ده اللي هنتكلم عليه اليوم يا شباب. خلاص، بارك الله فيك يا أستاذ محمد. خلاص، اعرض لنا المصحف لأنه يعني الكتاب تأخر في العرض بتاعه. تمام، جزاك الله خير. نيجي يا شباب على المصحف قدامنا الان اهو تمام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان للمتقين مفازا. أول حاجة ظهرت عندي النون العارف الحرف اللي هو مشدد، وعلامة طبعا مكتوب علامة باللون الأخضر تمام. النون ده حرفين، نون حرف غنة مشدد بالفتح
نسميه ايه؟ نون حرف غنة مشدد بالفتح يغن بمقدار حركتين. هنطوقها ازاي؟ إن للمتقين. خلي بالك يا سيدنا القاف المكسورة بتبقى قي، اوعى تقول لقي، تقولش للمتقين ولا تقول للمطا. منطوقها ازاي؟ للمتا. التاء حرف ايه؟ حرف يعني حرف حرف استفهام، حرف مرقم. القاف حرف تفخيم. طب يا مولانا انا كسرته ليه؟ كسرته عشان اسمه تفخيم نسبي، فقلت ايه؟ ان للمتا، ما قلتش للمطا، للمتقي، ما قلتش قي. يبقى نطوقها ازاي يا سيدنا؟ إن للمتقي، للمتقي. لاحظ عشان حياتي ما تقطعش بيها، تمام؟ يبقى الرق تاء والقاف تبقى تفخيم نسبي، هنطقها قي. طب يا سيدنا يعني تفخيم نسبي؟ يعني حياتنا إن شاء الله لا تستعجل، إن شاء الله بفضل الله الأيام جاية هنفهم كل كبيرة وصغيرة في أحكام التجويد. ولكن دكتور هنطقها إزاي؟ طول ما القاف مكسورة يا سيدنا هنطقها بهذه الكيفية، للمتى، بلاش للمطى ولا المطى، للمتقين مفازا. اتفقنا يعني نقف على اخر الكلمه المضموم والمرفوع والمجرور والمنصوب بالفتحه مثلا هنسكن، تمام؟ يبقى فتحه ضمه كسره فكسرتين ضمتين نقف عليه بالسكون. امال يا مولانا مفازا نقف عليها ازاي؟ نقف بمد عوض تعوض بفتحه بالف، اقصد تعوض بالف، نسميها ايه؟ مفازا، تمام؟ مد العوض هيجي ان شاء الله موقف. ولكن نطقها ازاي؟ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. لاحظ الألف اللي عليها لون أحمر وعليها حرف علامة المد، ده معناها إنه مد الحرف ده. وقلنا في الحلقة السابقة إن حروف المد عندي واي واو ألف ياء، حروف دي صروف حروف مد. أول ما تيجي الألف أو الواو أو الياء وراها همزة نعرف عليها مد، والحمد لله في المصحف مضبوطة بالعلامة اللي أنت شايفها، العلامة اللي هي إيه؟ اللي فوق الالف، الالف اهو باللون الاحمر وعلمت عليه المده، منطوقها ازاي؟ حدائق. ده مد يا مولانا، مد ايه؟ مد متصل، مد ايه؟ مد متصل، يمد كم حركه؟ اربع او خمس حركات، كيف يضبط يا سيدنا؟ يضبط بالمشافهه، زي ما تكلمنا حضراتكم انه ضبط الغنن وضبط المدود لا يضبط الا بالمشافهه، ده الكلام الصح في العمل يعني، تمام؟ اما علمي الالف المد يقدر بمقدار الفين، يا ثلاث ألفات، قبض الأصبع أو بسط، دي كلها مقادير نظرية، أما في العملية لا تضبط إلا بالمشافهة. نطقها زي سيدنا حدائق. شفت القاف مفتوحة مع مزاج زي المتقين، ليه؟ دي قاف ودي قاف، بس خلي بالك لما تكون القاف مكسورة غير لما تكون مضمومة وتكون مفهومة غير ما تكون مفتوحة. يبقى حدائق ما قلتش حدائق، ليه؟ لأنه القاف عندي مفتوحة، لكن متقينا القاف مكسورة. القاف مكسورة يا سيدنا سماها تفخيم نسبي، نسبة للتفخيم، لأنه لا يليق عليها كلام الترقيق. خلاص سيدنا؟ يبقى نطقها ازاي؟ حدا، ما قلتش حضام، أو تقول لي حضام، حدا، ده حرف الترقيق، والألف تتبع ما قبلها، حدائق وأعنابا. تمام، خلصنا كده، وزي ما وقفنا على مفازة وقفنا على كذلك وأعنابا. وكواعب أترابا. وكا، ما قلتش وكا ولا وا ولا كا ولا وا، قلت وكوا. خد بالك لما تنطقها عشان الحروف ترقيق، ما تقولش وكوا وكوا، خطأ يا سيدي. من الصح ايه يا مولانا؟ وكوا وكوا، خلاص كده، وكواعب أترابا. استأت عند سكون، خلي بالك فيها همس، ما تقولش أط. اول حاجه ما ينفعش تقول اط، طب الهمزه مولانا فخمت، ما ينفعش، لا الهمزه ات ات، وعندي التاء ساكنه مهموسه، حروف الهمس عندي في عشرة، فحثه شخص سكت. اذا التاء حرف همس لما ساكنه فيها جمال يعني، ما نقولش وكوا، نقول ايه؟ وكواعب ات ات. سمع الهمس، والهمس طبعا يسمعه القريب دون البعيد، يسمع القريب يعني ما تتكلفش قوي لغايه ما تجيب سين اتس، لا ات، خليك كده ايه يعني، يعني خليك يعني 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 عندك مرونه في الاداء، وان شاء الله مع بعضنا هنوصل لكثير ان شاء الله. معذره لو كنت سريع في الاداء عشان اعرفكم انتم مشايخنا يعني، ولو في اي تعقيب ان شاء الله انا اسمع حضراتكم يعني. وكواعب اترابا، نجيب من الاول، إن للمتقين مفازا حدائق.
أعنابا وكواعب أترابا. خلاص كده؟ يلا نشوف وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا يا مولانا مغش ليه وكأسا؟ ما ينفعش عشان ده حرف، عشان التنوين وراه حرف الدال، وده اسمه إخفاء حقيقي. خلي بالك اللي اتكلمنا عليه في البداية اسمه إخفاء شفوي، يعني ميم وراها باء، أما ده إخفاء اسمه إخفاء حقيقي، يعني من أحكام النون الساكنة والتنوين، لسه ما وصلناهاش، ولكن أنت دلوقتي لابد أن تعرفها. أول ما يجي تنوين وراه حرف من حروف الإخفاء اللي هو إيه؟ صد ذا ثنا كم جاد شخص قد سما ذم طيبا زد في تقى ضع ظالما. طيب يا مولانا كم تحفظه؟ هتحفظ إن شاء الله بس شوية جدا، ما تستعجلش. منطوقة ازاي مولانا؟ وكأسا دي، وكأسا دي، ده اسمه ايه؟ اسمه اخفاء حقيقي، نخفي النون الساكنة في التنوين دي، وكأسا دي بها قا، خلاص؟ تمام. وخلي بالك من الهمزة، اوعى تقولي وكأسا، في ناس بتقلقلها عشان همزة شديدة، فيخلص تخلص من الشدة دي بالقلقلة، وده لا يجوز. نلاقي كثير من اخواننا بيقول ايه وكأسا، وده ما ينفعش نقول ايه وكأسا دهاقا، تمام؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، تمام؟ لا يسمعون فيها، ما فيش مشكلة فيها. نجي عند الغين، في ناس بتقول لي لغوا لغوا، خطأ. خلي بالك الغين ساكنة بعد فتح، لما تكون الغين ساكنة بعد فتح أو بعد ضم أو هي مفتوحة أو هي مضمومة لا تنطق إلا مفخمة يا شباب. نطقها ازاي؟ لغو لغوا لغو، ما تقولش لغ لا لغو، شفت ازاي؟ لغو بقك كانه في حاجه من الداخل كده مليئه بيه، لغوا ولا، تمام؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا، خلصنا من الغين، خلصنا من الغين. طيب لغوا ولا التنوين يا شيخ، نزل المصحف يا شيخ محمد صح شويه عشان التنوين يبقى واضح الاخوه. طيب لغ ولا بعد التنوين جه حرف الواو، وده الواو بعلامة خضراء اهو، يعني معناه ان انا مدغم مش ظاهر ولا مخفى. هنطقها ازاي؟ لغ ولا، ده اسمه ادغام بغنة، اسمه ادغام ايه؟ بغنة. ادغام ايه؟ بغنة، انه التنوين ان جاء بعديه حرف الواو ندغمه ونسميه ادغام بغنة، يعني في غنة، في صوت جميل، في صوت حلو ما سبوش. لغ ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لغوا ولا كذابا. خلي بالك من الذال، اوعى تقول لي كز، سامع ازاي بحرف الزايدة؟ لا، خلي بالك ننطقها بحرف الذال، نطلع لساني بين اسناني كده وتبقى ايه؟ طبعا مش بطريقة يعني تبقى ملحوظة، لا، ده يدوب رأس طرف اللسان، رأس طرف اللسان يبقى ما بين أطراف الثنى العليا والثنى السفلى. فين الثنى العليا والسفلى يا سيدنا؟ اللي هي أول سنتين ينبتوا في الإنسان، سنتين الفوق، واحدة اثنين فوق واثنين تحت، ده اسمه مين؟ اسمهم الثنايا، اسمه مين؟ الثنايا، ثنايا من فوق واثنين من تحت، اسمه من دول اسم الثنايا. تمام؟ سنتين من فوق وسنتين من تحت، اسمهم إيه؟ الثنايا. نطقهم إزاي؟ بتبقى طرف رأس طرف اللسان، الرأس الرفيع جدا ده بيبقى بين الطرفين دول، نطقهم ذال. حروف اللثوية عندي الذال والثاء والظاء، هنا الذال عندي نقول ايه؟ ولا كذابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، خلاص تمام، جزاكم الله خير. جزاء من ربك، هنا الالف تكرر معي ثاني اهو، قلنا اتفقنا انه اي حرف، اي الهمزه جت ورا الالف او الواو او الياء نسميه مد، مد منفصل او متصل. امتى يبقى متصل؟ ان جاء حرف المد والهمزه في كلمه واحده، زي هنا اهو جزاء، ده متصل ليه؟ لانه الهمزه وحرف الالف في كلمه واحده. منطوق ازاي سيدنا؟ جزاء من، انت مولانا ادغمت التنوين، نعم يتدغم التنوين في الميم لانه من حروف ينمو، تمام؟ ينمو الياء والنون والميم والواو، نجو بعد النون الساكنة أو التنوين تدغم بغنة، تدغم إيه؟ تدغم بغنة. طب الغنة دي أسيبها؟ أوعى في يوم تقول لي
جزاء من ربه. كده انت الحاجات الحلوه سبتها، الحاجات الجميله في القران سبتها، اللي هي التغني بالقران. ليه ما نتغناش؟ ودي اللي اصلا شرعا واحنا يعني وصلنا القران بهذه الكيفيه من النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال يعني انطق القران زي ما انا تعلمته، زي ما انا تلقيته من سيدنا جبريل، من هكذا يعني زي ما وصل لكم بالطريقه دي تقراه بهذه الكيفيه، عن طريق طبعا التواتر والمشايخ وزي كده. انطق ازاي مولانا؟ جزاء من ربك. خلي بالك جاء تنوين وراء ميم، قلت جزاء من. طب نون ساكنه وراء حرف الراء، فين الغنه بتاعتها مولانا؟ عشان مش جاي ادغام برضه؟ لا ما يضغمش مولانا، انه حروف من حروف الادغام بغير غنه، حروف بغير غنه نعم، ان هم ايه؟ الراء واللام. يبقى نقول ان جات الياء او النون او الميم او الواو مجموعين في كلمه يا سيدنا عشان تتعبش خالص، مجموعين في كلمه ينمو. ان جات اي حرف حروف ينمو بعد النون الساكنه او التنوين ندغمها بغنه. طيب ان جاء بعدها الراء واللام، الراء واللام بعد النون الساكنه والتنوين ندغمها بغير غنه. مر مر، قلت ايه؟ مر مر، ما قلتش من را، لانه ده اسم ادغام برضه، وان شاء الله الكلام ده هناخده باستفاضه في الوقت المناسب بتاع حكم الادغام، حكم الادغام، تمام؟ الادغام ليه حكم وهندرسه بالضبط زي ما درسنا الاخفاء الشفوي الان النهارده يعني. جزاء من ربك عطاء حسابا. ما ليه حكايه التنوين يا سيدنا؟ طب هو التنوين جاب له حرف الحاء وما ادغمتهوش وما فيش غنه، مره تقول لي ادغام يدغم بغنه ومره تقول لي ادغم بغير غنه. طب هو جاء اهو ده تنوين، ليه قلت عطاء حي؟ عطاء حي، ما قلتش ليه عطاء حي زي البقيم؟ لانه يا سيدنا التنوين ان جاء بعده، ان جاء بعده حرف من حروف الاظهار اللي هو ايه؟ حروف الاظهار اللي هو همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. اذا الحاء من حروف الاظهار. يا سيدي انت الكلام ده هيكتر عليه، معذره انت الكلام ده اعرفه مبدئيا، اهو معلومه عابره كده، ولكن يعني اكيد اعرفها، ولكن ان شاء الله في حينها تتاكد وتعرفها بفضل الله معرفه جيده وتتعلمها تعليم جيد ان شاء الله. خليك معنا بس. لغه ازاي مولانا؟ عطاء حسابا. وقبل ما اتكلم عن التنوين الاظهار المظهر ديتي هتكلم عن الالف. انا الالف لما قلت جزاء وقلت بهاقا وقلت كذابة، عند عطاء قلت عطاء، فخمت الالف. ايش معنى يا مولانا؟ ليه ما قلتش عطاء زي جزاء؟ ما دي الف ودي الف. لا خلي بالك يا سيدنا، القاعده بتقول الف المد تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. كلام صعب؟ لا سهل جدا. الف المد يا سيدنا، كل القصه اللي عندي ان انا احفظ حروف التفخيم. حروف التفخيم ايه؟ واكتبهم عندك، اكتب يا مولانا عند الكلام ده. حروف التفخيم خص صدق تنقض، خص صدق تنقض، اسم حروف تفخيم. الحروف دول يا حبيبي يا غالي شيخي الكريم، ان جو قبل الالف، الف المد دي تفخم، تفخم. طب غير كده لا ترقق. تمام؟ النطق اهو، اهو النطق قدامك. عطاء جزاء، لاحظ الفرق؟ كذا دها، تمام؟ فيها عيسى، عيسى، لكن عطاء قلت عطاء، عطاء. ليه قلت الالف كده؟ لانه خلي بالك الطاء من حروف خص ضغط طن طن طن، الطاء اهو خص ضغط قذ. يبقى اذا حروف التفخيم احفظ دول بس، والباقي كله عارف ان هو اصلا عند مجال الالف وراهم هيرق. يبقى اذا عشان الكلام ما يبقاش كبير عليه وكثير عليك، الف المد تتبع ما قبلها، الف المد تتبع ما قبلها، ركز، تفخيما وترقيقا. تفخم امتى حرف حرف المد سيدنا الالف دي؟ تفخم امتى؟ ان جاء قبلها حروف، اي حرف من حروف خص ضغط قض. انطق ازاي سيدنا؟ ولا حاجه، سهله جدا. عطاء، عطاء حسابا، عطاء حسابا. خلصنا؟ خلصنا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. نتكلم في الجزئية دي. أنا قلت هنا رب السماوات وجد بعدها قلت والأرض. دي لم ألف ودي لم ألف. هنا قلت رب الس وقلت هنا وال. ليه هنا الألف أضغمت اللام، اللام أضغمت في السين، وهنا والأرض لم ألف أظهرت. يبقى إذن
لم ألف بتاعت السماوات مختلفة عن لم ألف بتاعت الأرض؟ طب ليه يا مولانا؟ ما هم زي بعضهم، السماوات والأرض أو الأرض ما زي بعضهم، دي لم ألف ودي لم ألف. لاحظ، خلي بالك، خلي بالك يا سيدنا. طبعا الراء مفخم زي ما عشان مفتوحة ما فيش مشكلة فيها، لكن لو تكلمنا على لام ال، خلي بالك لام ال، لام ال منطوقها السماوات، يعني لام ال تضغم ان جاء بعدها حروف ايه؟ انت حروف ايه؟ طب ثم صر رحما تفص ضف ذا نعم دع سوء ظن انظر شريفا دين كرم. احفظهم ازاي يا مولانا؟ اقول لك ما تعبش نفسك، ان شاء الله تحفظهم يوم يجي الدور عليهم، ولكن خليك عارف اما تيجي حرف السين ورا لام ال تضغم. هنقولها ازاي؟ السا، ما نقولش السا، تمام؟ فدي اسمها ادغام لام ال، ادغام ايه؟ لام ال، قلت السماوات. وطب اقول لك على طريق اسهل، يا ما تلاقي اللام ما عليهاش اي ضبط اعرف ان دي مدغمه. هبص كده على السماوات، انظر كده، بص معايا، الالف همزه الوصل علامه، علامه الصاد دي علامه، علامه الوصل، همزه الوصل. اللام بتاعت السماوات اس عليها حاجه؟ مش عليها حاجه خالص. اول ما تلاقي العلامه دي ما ادغمها على طول، قلت اس خلاص من الهمزه للسين مباشره، الالف فين؟ الف ادغمت في السين، ونسميه ادغام لام الال. ولكن انت ان شاء الله تعرفها يعني معرفه كويسه وجيده في علميا نظريا وعمليا، ان شاء الله ان شاء الله يجي دور نسميه ادغام لام الال. والارض، شفت اللام بتاعت الارض؟ هتلاقي اللام بتاعت الارض مختلفه عن اللام بتاعت السماوات، هتلاقيها علامه الاظهار اللي هي راس الحاء. كده معناها ان الحرف ده لازم تظهره، فلما جات لك راس الحاء فوق الحرف معناها ان الحرف ده مظهر. خلاص هنقولها ازاي؟ رب السماوات والارض، رب السماوات والارض. الضاد يا مولانا اوعى تقول والارض، شدها لا، والارض هيبقى فيها استطاله، عشان ان شاء الله الحرف ده من صفات الضاد، صفات الاستطاله هنعرفها ان شاء الله فيما بعد، تمام؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، وما بينهما الرحمن. اوعى تقول له ما بينهما الرحمن، اوعى تقول له الراء، ما ينفعش، لأن الراء المفتوحة في القرآن دائما مفخمة. هنقولها ازاي؟ الراء وما بينهما الراء، تمام؟ طبعا عاوز اقول ملاحظة طيبة جدا، اللام الألف بتاعت الرحمن مضغمة ولا مظهرة؟ الشاطر يقول لي، الشاطر يقول لي ممتاز ممتاز، مدغمة صح يا مولانا، انت ممتاز على فكرة، انت عرفتها وحدك، الله يديك الصح، انت ممتاز على فكرة، عشان عرفتها وحدك وعرفتها من طريق الشارح، مش مهم، اهم حاجة انك عرفت انه دي مدغمة. ليه مدغمة يا مولانا؟ عشان حرف الراء انا ما اعرفش، ما اعرفش والله مش عارفها ليه، عرفت عشان خاطر بس اللام عارية عن الضبط خالص، لا فتحة ولا عليهاش اي على اي علامة ضبط تدل عليها هي مضبوط. خلاص ممتاز كده يا سيدنا، يبقى اذا لام الال عشان نعرفها مضغمه ام مظهره نشوف اللام، ان كان عليها علامه ضبط على راس الحاء يبقى دي مظهره، تبقى والارض زي والارض كده، طب ما عليهاش ضبط تبقى زي بتاعت الرحمن، زي كلمه ايه؟ السماوات. جلسنا على وشك يا مولانا. نعم الصوت بيقطع يا مولاني، الصوت جلسه على وشك يعني. طيب الصوت يا بالنسبه للجلسه اخواننا لو يعني انفكت هنرجع تاني او وقفت هنرجع تاني على نفس الرابط يا اخوه، عشان خاطر في ناس الدور فات انقطع الرابط وما تدخلوش على نفس المكان، لا انقطعت الحلقه ترجع على نفس الرابط، دوس عليه هو ويرجع هو هو ان شاء الله يعني. تمام. اما بالنسبه للصوت بيقطع ده انا مش عارف والله يعني هل بيقطع عندنا الصوت سليم يعني الصوت عندنا مظبوط يعني. طيب يبقى الشبكه عند الاخ اللي هو بيقول الشبكه بتقطع. الصوت بيقطع يبقى هو شبكه عنده. علامتي انه الراء انه لام ال مظهره. تمام؟ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن. فخم الراء يا سيدنا عشان مفتوحه. والراء المفتوحة في القرآن دائما تفخم تفخم. تمام؟ وما بينهما الرحمن. تمام؟ لا يملكون منه منه مثقال. أول حاجة نون هنا نون ساكنة عليها رأس الحاء دائما خلينا متفقين، رأس الحاء لما تيجي فوق الحرف معناها ده حرف إظهار. وده اسمه إظهار حلقي عشان حرف بعد النون ساكنة دي حرف الهاء. هنقول إيه؟ منه. طيب خطابة، خلي بالك من خطابة دي، قلت إيه؟ خي، ما قلتش خي، ما قلتش واحد يقول خطابة، لا، قل يا سيدنا خطابة. طب أقول لك على حاجة حلوة، نقول صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند الخاء والغين والقاف لما يكونوا مكسورين لما يكون نعملهم إيه؟ نعمل يعني هم نقول عليهم مرققين ولكن لا يليق عليهم الترقيق، هو المفروض نقول عليهم ترقيق ولكن لا يليق على هذه الحروف أن يعني أن نصفها بالترقيق.
ليه؟ لان هي اصلا مفخمه. طالما مفخمه يبقى خلاص نقول على تفخيم نسبي نسبه للتفخيم. هنقول على ايه؟ خي اي زي ما قلت للمتقين. هنا اهي جاتني ايه؟ خي خطابه. نقول زي ما انا خطابه. طب في حاجه كويسه انت لو انت ملاحظها يعني انه الالف مفخمه. واحد يقول لي ليه مفخم يا سيدنا؟ ممتاز جدع الله اكبر عليك ممتاز. قلت مفخم عشان قبليها حرف الطاء. انت كده ممتاز على فكره انت ممتاز. طالما عرفت انه ان انا فخمت الالف عشان قبليها حرف تفخيم وحفظت انه القاعده انه الف المد تتبع ما قبلها تفخيم وترقيق انت كده ممتاز وبارع كمان وتستحق تحيه مني ان شاء الله لي. تمام؟ منطوقه زي مولانا خطابه. اوعى تقول لي خطابه خطا عشان يا مولانا عشان الخاء والخاء والعمليه. لا اوعى الصح يا مولانا خطابه. والف بتعبان مرققتها ليه؟ ليه وانت شاطر تقول لي ليه؟ عشان حرف المد الالف دي قبلها حرف تشقيق اللي هو حروف حرف الباء والباء مش من حروف خصوصا واخده مقز. يبقى بالفتحه كده عرفت انه ده ايه؟ حرف مرقق. تمام؟ وقفت عليها بايه؟ بمد العوض اللي احنا اتفقنا عليه. لما تيجي منصوب بالفتح بنعوضها بالف نطقها خطابه. تمام؟ رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا. خلاص كده تعال نشوف الكلمه يوم يا اوعى تقول لي يقوم يا اوعى تقول لي يا ما تقول لي ايه يا يوم يقوم اوعى تقول لي يا عشان في ناس تقول لي يا لا يوم يقوم وادي القاف مضمومة ولا يا مرقم مش يقوم ما يقوم يقوم يبقى الياء عندي مرققة يوم يقوم يقوم الروح. شفت الروح كده؟ شفت الألف بتاعت الروح بص عليها؟ اه شفتها اللام هنا مضغمة ولا مظهرة؟ لما تكون ما عليهاش أي ضغط يبقى دي مضغمة يوم يقوم الروح يقوم الروح خلاص كده. طيب الراء يا منطقها الروح ولا الروح؟ لا يا مولانا عشان دي راء مضمومه. طب خد حاجه حلوه اي راء مضمومه او مفتوحه في القران تفخم. خلاص كده خلاص فهمنا الحته دي. احنا يبقى الراء المضمومه في القران قولا واحدا تفخم. خلاص يوم يقوم الروح يبقى ادغمت لم الف الراء عشان راء من حروف ايه؟ من حروف ايه؟ طب المصير روح من روح روح ادي الراء اهي. طيب والملا أدلم قال ثانية جات عليها علامة روحية ودي مظهرة عشان الميم من حروف إيه؟ تمام حروف الإظهار. ابغي حجك وخف عقيمة. الميم من حروف إيه؟ من حروف الإظهار من حروف الإظهار. خلاص يبقى قلت إيه؟ والماء عندي الألف العلامة الحمراء دي علامة ألف المد. طب ليه مد يا مولانا وأنت شاطر؟ تقول له ليه مد؟ وراها حرف الهمزة. يبقى أي ألف أو واو أو ياء وراها همزة. أنا بكرر الكلام ثاني على فكرة عشان نثبت المعلومة عند حضرتك. دوتو مد متصل عشان ايه متصل؟ عشان حرف المد والهمزه في كلمه واحده. يبقى ليس منها متصل عشان الهمزه والالف المد والهمزه في كلمه واحده. تمام المده كم حركه؟ اربع او خمس حركات بس يا مولانا. نقول ازاي؟ يوم يقوم الروح والملائكه صفا صفا لا ادي التنوين جاي وراها في اللام ادغمتها يا مولانا صفا لا لا يتكلمون الا من اذن ادي نون ساكنه وراء حرف الهمزه ده اظهار حلق يا مولانا ايه من اذي الذال حرف لا تسيبه اذي اذن له الرحمن جاتنا ثاني الهمزه اللام الاله اهي مضغمه في الراء المفتوحه هنقول ايه له الرحمن عشان الهاء عشان الالف عشان اللام عاري عن الكسر وقال ايه اللي حصل الالف؟ لاحظ انه الالف مفخمه. طيب ليه مفخمه؟ عشان قبلها حرف الطاء. ممتاز الله اكبر عليك ممتاز جدا. خلاص المطلوب ازاي يا مولاني؟ وقال اوعى تقول لي وقال اوعى تغلظ اللام يا مولانا لان تغليظ اللام مش تبعنا خالص خالص خالص. اللام تبع ورش مش تبع بيه انت ومش هنا برضه يعني اللام دي مش تبعنا يعني تغليظ اللام دي ما تتكلمش في حفص ابدا فيه. منطوقها ازاي؟ وقال وقال صوابا. خلي بالك الواو بتاعت صوابا دي مجاوره لحرف الصاد يعني حرف جنبيه حرف تخين وما فيش بعد كده ثاني. اوعى تقول لي صواب. امال صح ايه يا مولانا؟ نقول صواب صواب
عشان الواو ملوش دعوة، الواو مش زي الألف تتأصل بما قبلها، لا الألف لا تتأصل، الواو أقصد الواو لا تتأصل بما قبلها. من مين بيتأصل؟ ألف المد بس. طب والواو ياء؟ لا لهمش دعوة بغيرهم يا مولانا. يبقى الواو، الواو ملهاش دعوة، الواو ملهاش دعوة بالصاد. الصاد قاعدة يعني زي ما هي بقوتها وفخامتها وكبريائها زي ما هي، لكن الواو فقيرة إلى الله وضعيفة جدا. نقول إيه؟ عشان من حروف الترقيق. يقول يا مولانا إيه؟ وقال وقال صوابا. وخلي بالك يا مولانا، حرف تفخيم جنبه مرقق جنبه مفخم جنبه غنة جنبه ضم غير غنة، وكله بيدي نغمة موسيقية للقرآن ممتازة جدا، وحاجة يعني يديك نغمة صوتية عالية وتديك بالفعل تخلي صوتك جميل حتى لو كنت متواضع في في يعني في موهبة الصوت. خلاص؟ إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تمام؟ إن شاء الله بعد كده هنقرأ جملة واحدة إن شاء الله. ذلك اليوم الحق. خلي بالك من الحق، شوف لما قلت على القاف قلقلته، والقاف زي ما هو قاعد بالقلقله بتاعته حل قلقله كبرى. ليه الكبرى؟ لانه قلقله كبرى، انه دايما عندي قلقله كبرى وقلقله صغرى وقبلها قلقله وسطى. احنا دلوقتي بنتكلم عن القلقله الكبرى، وقفت على 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 حرف القلقله. لو انت فاكر حروف القلقله عندي اللي هي ايه؟ مين فاكر؟ اللي هم ايه؟ خطبه جد. ممتاز، خطبه جد، خطبه جد، خطبه جد، خلاص؟ خطبه جد، خطبه جد حروف ايه؟ اسم حروف قلقله. القاف بتاع حرف قلقله يعني بنوقف على القلف القلقله المشدده دي اسمها قلقله كبرى. قلقله ايه؟ كبرى، لانه موقوف عليهم مشدد. بنوقف ازاي؟ الحق. خلاص كده؟ تمام؟ ذلك اليوم الحق. اوعى تقول الحق، الحاء، الحاء، لا هي الحاء. تمام؟ اليوم ده متفقين على انه اللام اللام هنا لام الالف المظهره حرف الياء اللي هي ايه؟ ابغي حجر وقطع قيمه، ادي الياء اهو. ذلك اليوم الحق. الحق. القاف قلقله ايه؟ قلقله كبرى. ليه قلقله كبرى؟ لانه حرف مشدد موقوف عليه، ومن حروف القلقله هي قطبه جد. تمام؟ فمن شاء. النون ساكنه وراء حرف الشاء تبقى حرف الشين، تبقى اخفاء حقيقي. انظر ازاي؟ فمن شاء. اخفاء الحقيقي هو مولانا حروف ايه؟ ان شاء الله تعرفها ان شاء الله في الحلقه، في الحلقات القادمه. شاء. الف مد وراها حرف الهمزه، انت مين مد متصل ولا منفصل يا سيدنا؟ ولو متصل متصل ليه؟ ومنفصل منفصل ليه؟ ايوه هو متصل. طب متصل ليه؟ عشان الهمزه وحرف المد في كلمه واحده. خلاص كده؟ طب الالف دي مفخمه ولا مرققه يا مولانا؟ ولو مفخمه مفخمه ليه؟ ولو مرققه مرققه ليه؟ لا هي مفخمه. طب مفخمه ليه يا استاذنا يا جميل؟ عشان قبلها حرف الشين، والشين مش حروف قصه ضغط انقاذ. ممكن زي مولانا قول شا، اوعى تقول لي شا. الا إلا فمن شاء. موضوعها ازاي؟ فمن شاء اتخذ. خلي بالك من اتخذ دي عشان ايه؟ الكلمة اللي عاوز نوقف عليها، نوقف عليها شوية. أنا عارف الوقت انتهى بس معذورة، هنوضح شوية حاجات كده. اتخذ. خلي بالك التاء، أوعى تقول لي الطاء، أوعى تقول لي الطاء. عشان التاء من حروف ايه مولانا؟ حروف الترقيق. هذا الخاء يا مولانا حروف ترخيم ومفتوحة، يبقى الحرف الترخيم مفتوح، الحرف الخاء مفتوح. من المرتبة الثانية خلي بالك، مفتوح وبعد وبعده غير ألف مدية، هنقول خاء. أوعى تقول لي خاء. يا ما هو أنت عاوز تقول لي، ما أنا بقول لك خد بالك من الكلمة دي، عشان الكلمة دي عاوز أوقفها شوية. لو قلت لي الطاء هتبوظ لي الخاء، عشان الخاء مثلا حرف ترخيم هنبوظ لي التاء. لو قلت التاء أقصد، لو قلت الطاء كده تمام، باظت التاء عشان خاطر مجاورة الخاء، وده خطأ. لو قلت التاء هتبوظ لي الخاء. لا يا مولانا مش عاوز دي ولا دي، ما أنا عاوز دي الصح إيه؟ التاء شاء التاء، ادي التاء اهو. التاء فخم الخاء. التاء اذا، يبقى اذا الخاء حرف تفخيم قاعد بين حرفين مرققين. نطقهم ازاي؟ التاء خاء ذا. ابتسامه عبوس ابتسام ثاني. خلاص؟ نطقهم ازاي؟ فمن شاء اتخذ. اتخذ تاني مولانا معلش حاضر. فمن شاء اتخذ كده، مديت شاء اربع او خمس حركات، وبعد كده فصلت فصلت حروف اتخذ دي الترقيق وحده والتفخيم وحده والترقيق الثاني وحده. ليه يا مولانا؟ عشان انا درسته على معلم، طالما درسته على معلم ان شاء الله ابشر بخير. تمام؟ هنقول ازاي؟ اتخذ
إلى ربه مآبا، إلى ربه مآبا. في مشكلة في إلى ربه؟ لا ما فيش مشكلة، غير الراء مفتوحة اتفقنا إن هي مفخمة. تمام؟ لو وقفت على ربه نقف ربه خطأ، ما نقف إيه؟ نقف ربه. فمن شاء اتخذ إلى ربه، خد بالك ربه به، ما نقولش به به كده خطأ. طب ليه يا مولانا؟ عشان خلي بالك إنه مخرج الكسرة، إذا مخرج الكسرة يعني الحركة لها مخرج. نعم نعم يا سيدنا، هتعرف كده إن شاء الله في الأيام القادمة إنه الكسرة لها مخرج. طب مخرج الكسرة فين يا أستاذنا لو أنت عاوز تعرفني؟ آه نعم، مخرج الكسرة بكسر الفك السفلي إلى أسفل. ثاني الكلام الجديد ده، أيوة مخرج الكسرة فين؟ بكسر الفك السفلي إلى أسفل. طب أنا ما كسرتش الفك السفلي أسفل، يبقى عذرا يا شيخنا أنت نطقت الكسرة غلط، كده حرفك ناقص. لازم نقول إيه؟ ربي به، ما نقولش به به كده، ما عرفتش لا فتحة ولا كسرة، دي قاعدة في النص، لا هي فتحة ولا هي كسرة. عذرا ونطق خطأ، نطق إزاي؟ ربي. طب وقفت تاني مولانا يلا. فمن شاء اتخذ إلى ربي، الله عليك. طب لو وصلت ربهما ربهما ربهما، تمام ربه، عاوز اقول مآبة بس انا بوقف على الميم بس عشان اوضح لك انه لما تصل الكسره هي زي ما هي، لما تقف الكسره زي ما هي، خلاص تمام. طيب مآبة، مآبة ايه اللي حصل في مآبة؟ اولا احنا دايما بنقول الهمزه لازم تيجي بعد حرف المد. طب دايما مولانا اتغيرت الدنيا والدنيا اتقلبت والزمن اتغير وبقى الهمزه جت قبل المد، بقت الهمزه ايه؟ قبل حرف المد. نسميها ايه يا مولاني؟ نسميها بدل، مد بدل، يعني الدنيا اتبدلت، بدل الهمزه ما تيجي بعد حرف المد لا الضرب جت قبله. طب المد كم حركه؟ يعني حركتين بس، مد زي الطبيعي بالظبط. ما ما نزيدش عن كده، ما مآبا، بقت مآبا. زمن مد البدل هو هو نفس زمن زمن مد العوض، مد العوض مآبا. هم كد بعض كده لاحظ، مآبا سميها مولانا مد بدل. فهنعرفه اه ان شاء الله قبل الايام الجايه، لكن مد بدل جات الهمزه قبل مد ايه؟ مد بدل. طيب انا انذر، ادي همزه ادي الف جا بعدها حرف المد نسميه مد منفصل. إن الألف في كلمة والهمزة في كلمة أخرى نسميه مد منفصل. ينفع نقف على إن، نبدأ بأنذر تكون في مد منفصل كده يعني، تمام؟ أنت مش توقف على إن وتبدأ بأنذر، لا طبعا. هنقول إيه؟ إنا أنذرناكم. طيب إنا النون ده حرف إيه؟ نون حرف غنة مشدد بالفتح، يغني كم حركة؟ حركتين، أوعى تنسى. نقراها ازاي؟ إنا، نمد عشان مد منفصل. إنا أنذرناكم، أنذر، نخفي النون عشان خاطر النون ساكنة ورا حرف الذال، نخلص نخلي الذال حرف لثوي، بقي الذال ما قلتش ذال. أنذر الراء ساكنة مفخمة، طب ليه مفخمة؟ عشان ساكنة بعد الفتح. إن جت راء ساكنة بعد الفتح نفخمها وإن شاء الله الكلام ده هنتعرض له في وقت إن شاء الله، وقت إن شاء الله. ناكم أنذرنا، أد الألف مرققة بتاعت الألف الصغيرة اللي شايفها الخنجرية الصغيرة دي، بقت إيه؟ نا. ليه قلت ما قلتش نا؟ عشان نون حرف إيه؟ مش من حروف خص القذف، لا من حروف الترقيق. هو قلت إيه؟ إنا أنذر ذر ناكم كم، خلي بالك من كم، أوعى تقول لكم كم كم كده، الكاف عملت إيه؟ الكاف فخمت وده خطأ، لأن الكاف حرف ترقيق، لازم نقول كو كو ضمه كو. ايه اللي حصل هنا؟ طلعت المخرج حركه التعب الصحيح. طب مخرج الضمه فين؟ بضم الشفتين الى الامام. قلت كو، قول ورايا كده كده، قول كو كو، الله اكبر عليك، صح كو. يبقى قلت ايه؟ انذرنا كو، اوعى تقول لي كو كو غلط، ننطق الصح. صح ايه؟ انا انذرناكم عذابا، كم عذابا، والميم ساكنه وراها في العين تبقى اظهار. عذابا قريبا، عذابا قريبا. التنوين جا وراها في القاف بقي حرف اخفاء، تنوين ايه؟ مخفى. ليه؟ عشان وراها في القاف. وخلي بالك الغنه مختلفه، عذابا الغنه مفخمه
لأنه عكس الألف هناك الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترتيبا. تمام؟ ممكن تقبل فايدة عامة يا مولانا، يا ريت تشغل الفيديو عشان أشوف شفايفك بتنطق إزاي الكلمة. إحنا كده يعني لازم الفضيحة يعني يا شيخ. ماشي. طيب زي ما الأستاذ محمد عبد الدايم بارك الله فيه طلب الفيديو، حاضر شايفينه كويس كده مشايخنا؟ إن شاء الله يكون شايفين يعني. طيب المصحف عندي مش عارف موجوده خلاص. عذابا قا، شوف خلي بالك، عذابا قا، عذابا، شوف بقي كده، عذابا قا. غير ما نقول مثلا ايه هنا، عاوز غير ما نقول مثلا مش بعيده خالص، صوابا ذا، صواب، وقال صوابا ذا، ده تنوين وراء حرف الذال، تنوين الغنه بتاعته مرققه. مرققه ليه؟ عشان الغنه تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. جميل، تفخيما ايه؟ وترقيقا. جزاكم الله خيرا. يبقى عذابا قا، شفت ازاي؟ عذابا قا كده عندي ايه؟ عندي التنوين مفخم، لان الغنه تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. الكلام ده ان شاء الله هنعرفه يعني معرفه جيدا في ان شاء الله في الوقت بتاعه يعني. تمام. قريبا يوما، ده ادغام بغنه. تمام، ان جاءت التنوين بعد حرف الياء سمي ادغام بغنه، نطقها ازاي؟ قريبا يوما. طب المقطع اللي بس نقراه، انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء، قريبا يوما، قريبا يوم ينظر المرء. تمام. طيب لو بصينا على ينظر، ادي نون وراء حرف الضاء، ايه اللي حصل يا مشايخنا؟ حصل يا سيدنا ان الغنه فخمت، انه زي ما اتفقنا ان الغنه تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. طيب ازاي عرفت ان الغنه مفخمه؟ عشان الضاء من حروف قصة ضاق تنقض. دايما يا اخواننا التفخيم يبقى نشوف حروف التفخيم، ايه حروف التفخيم؟ احفظ حروف قصة ضاق تنقض. جزاكم الله خير. طيب هنطقها ازاي؟ ينظروا، عشان ده حرف، حرف ايه؟ حرف النون ساكنه، حرف اخفاء ولا حرف الظاء. اوعى تقول لي ظا، لا هي مش ظاء عاميه. هنطقها ازاي؟ ظا ظا ظا. ينظروا ينظروا ينظر المرء، هنا اللام ظاهره. ليه الظاهره بتاعت لام الال؟ عشان حرا حرف الميم، والميم من هي ايه؟ ابغي حجك وخف عقيمه. زي ما قلنا الميم ان جت ورا الالف هتفقد ايه؟ هتظهر الميم، وعلمت ضبط الميم اهي موجود قدام حضراتكم، ميم عليها راس الحال. المرء، فبك الراء مفخمه. طب ليه مفخمه؟ عشان ساكنه بعد الفتح. اي راء ساكنه بعد الفتح او بعد ضم تفخم. الهمزه مرققه، اوعى بص الهمزه عشان تبقى خلصان موضوع، موضوع الهمزه ده موضوع خلصان خالص. الهمزه يا شباب دائما ظاهره مرققه، جت مضمومه، جت مفتوحه، جت قبل مفخم، بعد مفخم، جت فوق، جت تحت، جت مشدده، جت مفخم، ما اعرفش. هي الهمزه دائما ظاهره مرققه، معروفه خلاص. ا اي او، يبقى المرء. فتقول المرء او، لا الصح ايه؟ المرء يوم يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. اتفقنا التاء الساكنه تبقى مهموسه. تمام، قدمت قدمت. تمام، زي ما شفت اهو، قدمت يداه ويقول الكاء، مش الكاء، وبعد تقول الكاء، عشان الكاف حرف ترقيق والالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. تمام، ويقول، تقول شو يقول؟ ويقول الكافر يا، عشان لو قلت ويقول الكاء غلط، ويقول الكاء للكاء للكاء، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كلمة كنت دي عليها مشاكل كبيرة جدا. ليه يا سيدنا؟ لأنه خلي بالك دايما الناس بتقول لي كنت، ما بيلحقش يرجع تاني، بيقول كو، النون ساكنة بين ضمتين وفيها إخفاء، فالعملية صعبة شوي، فدايما الناس بتخطأ فيها. لكن صح يا منى، بص عليها كده، بص كده، كنت ثاني، كنت ثاني، كنت كن، يبقى عبوس ضم الشفتين،
عشان ضم الحركه تطلع، عشان احنا اتفقنا انه مخرج الضمه من فين؟ بضم الشفتين الى الامام. كو تو كو تو، يبقى مخرج الضمه فين؟ ضم الشفتين الى، ده مخرج حركه الضم، بضم الشفتين الى الامام، تمام؟ يبقى نضم الشفتين في كو. طب الاخفاء، ما الاخفاء؟ اخفاء مرقق، والترقيق دايما دايما بيبقى زي مبتسم كده بانفراج الشفتين. نرجع ثاني تو، بس كان ده يعني مش بياخذ فتره، لا ده حاجه يعني ان شاء الله بسيط جدا. يا يا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ترى ترى كنت تو تو تو، شفت شوف الشفتين بتوعهم تو تو كنت تو كنت تو كنت ترابا ترى. الالف حصل لها ايه؟ الالف فخمة. طب ليه؟ عشان قبلها الراء، والراء المفتوحة اتفقنا هي مش محروف خص ضغط انقذ. طب ما لما انا الف اتفخمت ليه؟ عشان يا استاذ الكبير بسم الله ما شاء الله عليك، انت 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 شاطر على فكرة. ليه؟ عشان انت عرفت وحدك انه الراء المفتوحة دائما مفخمة، فطالما تفخمت الراء موضوع منتهي كده بالبديهة، تعرفها انه الالف تفخم. ليه يا مولانا؟ لانه الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. ممتاز يا شيخنا على فكره، الله اكبر عليك، انت عملت كده حاجه طيبه جدا. يبقى نقول ايه؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا با با. طيب واحد يقول لي يا شيخ دايما ببص في المصحف الاقي اخر الصوره عليها فتحه وميم، طب ليه كده؟ ليه ما تبقاش فتحتين؟ احنا دايما متفقين ان القران متصل ببعضه، تمام؟ ولو قلت بعد التنوين تجي حرف الباء، لو واحد شاطر يقول لي ايه حكمها؟ تبقى انت ممتاز. طب ده اخفاء شفوي؟ لا مش اخفاء شفوي. ليه؟ لانه اصلا ده تنوين، والاخفاء شفوي قلنا ميم ساكن وراء حرف الباء. طب دايما ده تنوين وراء حرف الباء، معناه انه ده اسمه اخفاء، اسمه ايه ديتي؟ اسمه ايه؟ اسمه اقلاب. اقلاب، اسمه اقلاب. نعم احسنت يا استاذ محمد، بارك الله فيك، ممتاز. طب ليه ليه قلبت التنوين هنا؟ عشان حرف الباء. طب فين الباء؟ الباء في البسمله. الباء فين؟ في البسمله، باء بسم الله. يبقى قلت ايه؟ ترابا بسم الله الرحمن الرحيم. ترابا لو انا بعمل ايه؟ لو انا اخذت بالوجه بتاع وسط الجميع. وسط الجميع، ايه الكلام الجديد يا مولانا؟ الكلام الجميع الجديد يا مولانا انه حكم البسمله بين الصورتين من روايه حفص عن عاصم لثلاثه، اللي هو ايه؟ وصل الجميع، قطع الجميع، قطع الاول ووصل الثاني بالثالث. خلاص. طيب ممكن نقول الكلام ده على سريع، اقول على سرعة يعني على عجاله كده عشان الوقت، وبعدين ان شاء الله هن يعني الكلام ده هتعرف ان شاء الله في الوقت بتاعه يعني. وصل الجميع، ان نصل اخر الصوره بالبسملة بأول الصورة، زي ما قلت لكم دلوقتي على عشان خاطر ضبطت ترابا ترابا بعد التنوين أو ميم. قلت إيه؟ ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. ارفع شوية يا أستاذ محمد. تمام؟ يبقى كده اسمه إيه ده؟ وجه إيه؟ وصل الجميع، قطع الجميع. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. خدت نفس انقطع. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا غرقا. ده اسمه قطع الجميع، تمام؟ قطع الاول ووصل الثاني بالثالث اللي هو ايه؟ ويقول الكافر يا الكافر يا ليتني كنت ترابا. خلاص دي القطع الاول عن هو لاخر الصوره. وسط الثاني بالثالث، الثاني البسمله، الثالث اول الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا غرقا. خلاص يبقى خدها، خلي بالكم احنا خدنا اوجه البسمله بين الصورتين، لو انت ملاحظها يعني. في وجه رابع لا يجوز، وجه رابع لا يجوز هو جميل جميل، وجه الرابع الذي لا يجوز اللي هو ايه مولاني؟
الوسط الاول بالثاني وقطع الثالث. يعني نقول ينفعش نقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم ونقف تخطا. ايوه السهم زي ما عرفت محمد ده الوجد خاطئ خطا لا يجوز في البسمله انما يجوز في الاستعاذه. يبقى لا يجوز في البسمله ينفعش نقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرق غرقا. ينفع؟ لا ما ينفعش. علل كثيره طبعا. العله الاولانيه انه حتى لا يتوهم السامع انه اخر باخر الصوره بسمله ما ينفعش. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نعلم انتهاء الصوره عند نزول بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تنزل الصوره بتعرف انه خلاص دي خلصت وجات ايه الصوره بعديها. العله الثالثه لثبوت البسمله في اول الصوره. دائما الصوره يا شباب ثابته فين؟ في اول الصوره وليس في اخرها. خلاص كده شباب كده عرفناها. دي العلل بتاعه ليه الوجه الرابع لا يجوز في البسمله. كده انا اخذت بسرعه اوجه البسمله بين الصورتين. اما في كلام في في كلام ان شاء الله في البسمله كاملا درس كامل عن البسمله والاستعاذه ان شاء الله يعني ان شاء الله سنطلع على حضراتكم في الايام القادمه. اللي هيستمر معنا في ان شاء الله في المقرا طيب المباركه بكم هيستفيد كثير جدا وان شاء الله هكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم ان شاء الله. طب معذره على السريع كده هناخذ عشان احنا كل يوم متفقين احنا هناخذ وجه واحد بس هنكمل اخر نزعات ونقف. بسم الله الرحمن الرحيم. متفقين انه بسم الله لفظ الجلاله مرقق عشان قبليه حرف كسر. تمام. ان جاء لام لفظ الجلاله قبليه كسر تمام ترقق لفظ الجلاله بسم الله. طب لو جاء بعد فتح او ضم تفخم زي عبد الله او قال الله. تمام تفخم بسم الله كذا لازم لفظ الجلاله ترقق لام لفظ الجلاله. بسم الله ما ينفعش بسم الله اوعى تعملها. بسم الله الرحمن طبعا واحد يقول بسم الله الرحمن عشان الراء مفتوحه طول ما مفتوحه في القران مفخمه زي ما اتفقنا عليها. الرحمن الراء برضو كذلك الراء مفتوحه خلي بالك الراء المفتوحه في القران تفخم. اياك انك تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم عشان ده خطا. الصح ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص سيدنا اتدرب عليها وانا تحت امرك وخادم ليك انا واخواني وهم فريق العمل انه صحيح لك الراء كويس. اوعى تقول لي بسم الله الراء لان الراء مفتوحه والراء المفتوحه يا اخواننا في القران دائما مفخمه دائما ايه مفخمه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص طبعا الياء دي على العلامه الحمراء دي مع الحمراء عشان اصلا مد ايه مد وقفت عليه مد عارض للسكون. ينفع نقول بسم الله الرحمن الرحيم حركتين بسم الله الرحمن الرحيم اربع حركات بسم الله الرحمن الرحيم ست حركات والمد عرض السكون اسمه مد جائز. جائز يعني يجوز فيه اثنان او ثلاث اثنان او اربع او ست حركات عند الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم 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 ست حركات كان واضح وسهل حبايبي الحلوين. طيب الحصل حصل انه اللام ادغمت في النون ليه؟ عشان النون من حروف الادغام بتاعت لام ال. طيب ايه ثاني يا مولانا؟ النون حرف غنه مشدد بالفتح نطقتها ازاي؟ ون اوعى تقول لي ون اوعى تقول لي ون هي ايه؟ ون عشان مد طبيعي. والنازعات غ غ ليه غ؟ عشان الغين مفتوحه ودايما الغين المفتوحه مفخمه والراء مفتوحه ساكنه بعد فتح قلت غر وهتقول لي غر غر اوعى او لو قلت غر هتبوظ لي القاف مباشره تقول لي غرقا غرقا قا هتبقى غلط. الصح ايه؟ والنازعات غرقا قا كلمه ضايعه زي العسل حلوه ممتازه جدا. والناشطات نشطا والناشطات نشطا لاحظ الالفات اللي بعد الحروف الفات المدود دي كلها. والنا طا برضه طاء طاء الاثنين الف وراها طاء بتاعت نشطة بتاعت والنشطة والالف بتاعت ايه؟ طاء قلت ان ايه؟ والناشطات نشطة اوعى تقول لي نش نش لا هي نا نش طاء
والناشطات نش وتقول لي نش نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فاكر زمان كلمة والسماوات رب السماوات جاتنا تاني أهو لا ألف لام اللي هي لام الأل وراء حرف السين أضغمت فيها ليه مولانا من غير لي خالص إنه اللام عالي عن الضبط خالص وراء حرف السين والسين من إيه طيب ثم صر روح من تفوز ضف ثاني عن دع سوء سوء الدليل بتاع سوء أظن نزو شف غرم طبعا اللام دي تم سمي لام إيه لام مضغمة والسا قولش وصا والسابحة مش حا والسابحات سبا سبا الصابة صابة غلط عشان لو قلت صاد صاد هتفخم السين بقت صاد والباء بقت باء ما ينفعش والسابحات سبحا خلصنا من ده سهل جدا فالسابقات سابقا كلام متكرر وهم فسا ألف وراء قبلها حرف السين مرققة قاف ألف وراء قبلها حرف قاف مفخمة بقت فس وتقول لي فصا فص فا بقت فا غلط هي إيه فا فالسابقات سابقا فالسابقات سابقا والله القرآن طلع جميل جدا عشان التفخيم والتفخيم مجرد الترقيق فعملة يعني صوت يعني نغمة صوتية جميلة جدا تتمتع بها الأذن صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ارفعنا وانفعنا بالقرآن والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا سبا ما قلت السبي ولا السبا ولا سب يبقى عاوز افهم حاجه حضرتك في موضوع القلقله دي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك القلقله يا مولانا القلقله يا سيدنا لا تميل للكسر ولا تميل للفتح ولا تميل للضم يعني ينفع نقول سبيحة سبي غلط سبا 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 ما كده ما الفتح خطا مليخ القلقله هي اصلا هي اضطراب الحرف في مخرجه اضطراب الحرف في المخرج بتاعه سبا 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 والباء حرف بيطلع من حرف بين الشفتين سبب سبب القلقله فين في الشفتين هنا اوعى تقول لي سابي جبت كسره ملت الكسر وجيت خطا وتقول لي سبا بقت ولا سبح يعني مثلا هتلاقي في قلقله ما الى الضم يعني يكون قبلها مضمومه وبعدها مضمومه هتلاقي كده تمام خلي بالك منها فالسابقات سبقا سبا خلاص عرفنا القلقله تتنطق ازاي تتنطق يا مولانا في المخرج بتاعه بس لا تميل للكسر ولا تميل للفتح ولا تميل للضم وده نهايه القلب المفيد في موضوع القلقله ان شاء الله يعني وفوق كل ذي علم عليم ولكن ده اللي انا قراته على مشايخ وتعلمته وقراته في كتب التجويد ان القلقله لا تميل لهذا ولا ذا لا للكسر ولا للضم ولا للفتح امال ايه الكسره هي ثابته في القلب القلقله هي اضطراب الحرف في مخرج الحرف نفسه مخرج الحرف نفسه بيضطرب المخرج بتاعه تمام فالسابقات سبقا فالمدبر وتقول فالمدبرات اوعى انت مالك ام المدبرات مدبره مش انت بتقرا بورش انت بتقرا بيها وانا تقرا بحافظ ولا ازاي فالمدبرا فالمدبرات امرا 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 اوعى تقول امرا امرا الميم دي يا مولانا الميم الساكنه خلي بالك فيها غنه لان احنا معرفنا الاظهار واخراج كل حرف مخرج مع اقل درجه الغنه إذا الميم أصلا فيها غنة يبقى نطقها إزاي؟ أمرا بس مع أقل درجة بتاعتها فالمدبرات أمرا الراء مفخمة عشان خاطر مفتوحة قلت أمرا يوم ترجف الراجفة الراءات كثيرة جدا معايا عشان ناخد بالي منيها يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة خلي بالك قلوب أداة غم بغنة عشان تنون حرف الياء وراها يومئذ وداة غم بغنة برضه عشان تنون حرف الواو وما قلتش واجفة واجفة وقفت على التاء بإيه بالهاء يبقى التاء المربوطة في المصحف لما نقف عليها نقف عليها بالهاء أوعى تقف عليها بالتاء نقول إيه قلوب يومئذ واجفة واجفة وتقول واجفة لا طبعا عشان الداء مربوطة يبقى التاء المربوطة في القرآن نقف عليها بيا مولانا نقف عليها بالهاء واجفة أبا أبا وتقول لي أبا أبا لو قلت الآ
بوصل الباء، لكن صح ايه؟ أبصارها روها راء مفخمة ص أعلى درجة تفخيم، الألف فخمت عشان قبلها حرف الصاد، والباء زي ما هي مرققة عشان مجرد الهمزة، والهمزة أكيد مرققة. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. خلي بالك لمردودو تفضل الضمة بتاع الشفتين بتوعها غير ما تخلص هي دودون. لمر الراء مفخمة، نعم. لما اوعى تقول لي لمر، لمر اوعى تقول لي لمر، غلط يا مولانا. لمر مش دعوة باللام والميم زي ما هم، تمام. يقولون الهمزة مرققة، يا الهمزة مفتوحة مكسورة مضمومة يا مولانا، هي مرقق، اوعى تقول مفخم هزعل منك. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، واحد يقول لي مردودون في، طب ليه؟ في دال مفخمة في القرآن؟ ما فيش أبدا دال مفخمة أبدا. من صح إيه بتاعها يا سيدي؟ لمردودون في الحافرة. أئذا، لاحظ الهمزة هين، أئذا، شوف الذال، أئذا كنا، إنه إيه الغنة دي؟ الغنة تنسهاشي، نون حرف غنة مشدد بالفتح، يغني بمقدار حركتين. ثاني الجلسة على وشك يا مولانا، الجلسة على وشك. لا خلاص الوقت يسرع بسرعة معاكم ليه كده؟ سبحان الله. أئذا كنا عظاما نخرة، فاكر الخاء اللي قلنا ما تكون مقصودة تبقى تفخيم، تبقى تفخيم نسبي، نخرة عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. تمام كده؟ ما فيش مشكلة عندي، قالوا تلك ما فيش مشكلة فيها، إذا طيب يعني معذرة شباب، إن شاء الله كل واحد يقرأ لو 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 حتى سطر واحد بس عشان كلمة كويس، سطر واحد كويس عشان الآيات الصغيرة، يبقى كل واحد يقرأ سطر واحد بس خلاص إن شاء الله. أنا هقرأ لكم قراءة كاملة، وبعد بعد كده حضراتكم كل واحد هي يعني هيشرفنا نسمع منه يعني سطر واحد بس، وهو إن شاء الله هيبين الضبط بتاعه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. رسمي دي وليه الله هو مركزي والشده انذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف الراجفة،
تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. كذا بفضل الله خلصنا اللوح بتاع الوجه اللي احنا قرأناه. هنسمع إن شاء الله من كل أخ من الإخوة اللي هم معنا بفضل الله على حدة. تمام؟ نبدأ بأخونا الشيخ محمد عبد الدايم، تفضل. صدر واحد بس يا شيخ. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وك خلي بالك محمد أترابا أت غلط أت عشان التاء مش حروف قلقلة أترابا أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. حد ثاني جميل بارك الله فيك. تمام ربنا يبارك فيك يا سيدي. طيب الأخ أحمد حسن، حج أحمد حسن تفضل. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. تمام. لا 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 سمعني يا مولاني. تمام يا شيخ انا سامعك بارك الله فيك تفضل. جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء رب السماوات والأرض. يا مولاني ماشي تفضل يا سيدي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. أحسنت عم الشيخ جزاك الله خيرا حج أحمد. تمام جزاك الله خيرا ممتاز عم الحج أحمد. الشيخ خالد البنا تفضل. أستاذ خالد. يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. أحسنت جزاك الله خيرا. شيخ إبراهيم معايا حيكمل اهو. طيب تفضل شيخ إبراهيم. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. جميل بارك الله فيك. أخونا الشيخ خلوق محمد. إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يا سيدنا سيدنا. نعم الشيخ خلوق هو وابنه عمر من ألمانيا يقرؤون على ورش لكنهم قرأوا نزولا على رغبتنا على حفص. ما شاء الله جزاك الله خيرا يا شيخ. خلي بالك خلوق ربنا يبارك فيك. وابنه عمر جزاك الله خيرا يا شيخنا. خلي بالك الراء الراء عندي مفخمة هنقولها ازاي يا شيخنا. أنذرنا تمام ماشي تفضل. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ماشي شيخنا أرجو من حضرتك يا شيخنا لو يريد تقدر توصل لي اللي احنا شرحناه الآن اللي هو وصل للجميع نقدر. نعم
ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول الصوره ممكن نوصل الجميع نسمع من حضرتك؟ تفضل. تفضل. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. بس تمام. طب احنا خلوق طبعا هو احنا نعلم انه النفس اللي ما كملش مع حضرتك، يعني النفس هو اللي ما كملش معه، ولكن لو انت كنت تقصد من غير نفس طبعا انت كان ممكن قلت مثلا ايه انذرناكم عذابا قريبا او يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله ممكن نقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم او النازعات. تمام. لكن حضرتك وقفت على البسمله وهذا طبعا وقف خاطئ. ليه؟ عشان ده احنا زي ما قلنا الوقف ده او الـ او الـ او الوجه ده في البسمله لا يجوز. بعدين كم مولانا رايح الجنازه. تفضل يا شيخ تفضل. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا. أحسنت شيخ بارك الله فيك. تمام كده بارك الله فيك. نكتفي. كنت عاوز بس منك تقول لي يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بس ابدأ من يقول الكافر. بس ابدأ ويقول الكافر لغاية والنازعات غرقا وقف يعني. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. جميل بارك الله فيك. أحسنت كده تمام. تفضل يا شيخ محمود نجمي. تفضل مولاني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. أحسنت جزاك الله خيرا. جزاك الله. يجيب الأوجه الثلاث الأربع ثلاثة مولاني. نعم يا شيخنا. ممكن نجيب الأوجه يجيب لك الأوجه أربع أوجه يعني. عاوز تجيبهم؟ عاوز تجيبهم تفضل. اتفضل ماشي. ويقول الكافر. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. الوجه الرابع ممتنع مولانا. تمام احسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا. الاستاذ منتصر. استاذ منتصر. خرج الاستاذ منتصر يا مولانا. اخش على حد ثاني. هو كان موجود حاليا يعني. طيب ماشي تفضل استاذ محمد البدري. والنازعات غرقا غرقا والناشطات نشطا نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. كمل شيخنا. تمام. الشيخ خالد طبعا استاذ خالد احمد. نعم تفضل شيخنا بارك الله فيك. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة
قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. تمام يا شيخنا، ولكن ما ينفعش طبعا. تمام بارك الله فيك يا شيخ خالد، ولكن ما ينفعش فإذا. فإذا أنت عندك اختلاس في الهمزة، في حركة الهمزة، نقول إيه فإذا، ما نقولش فإذا، فإذا. تفضل قول حاضر الثانية مرة. فإذا هم بالساهرة. جميل، هم بالساهرة حكم إيه يا شيخ خالد؟ نعم، هم بالساهرة إيه حكمها؟ إخفاء الميم، إخفاء شفوي. يا أحسنت، اللي إحنا درس اللي إحنا خدناه اليوم. نعم، ما شاء الله عليك كده. تمام شيخنا، يعني معذرة خرجت في النص كده، يعني ربنا يرضى عنك. ان شاء الله يكون استفدت ان شاء الله من الحلقه، يعني ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله استفدت ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. يعني كده ان شاء الله الكل قرا اللي هو موجود معنا على الصفحه يعني او الغرفه، كل قرا. تمام الشيخ كان طبعا شيخنا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طبعا احنا اليوم حلقه طالت خالص وزادت ساعه عن معادها، المفروض اخرها الساعه 11، ولكن الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل. احنا بنسعد بكم، الوقت معكم بيجري بسرعه. انا مش يعني صراحه مش متوقع ان الوقت ولكن احنا سعدنا بكم. اذا سمحت يا شيخ. نعم يا غالي تفضل. في مجال الاسئله ولا الوقت مش هيسمح؟ لا لا كده تمام الاخوه، يعني خلاص كده ان شاء الله خليها الحلقه القادمه ان شاء الله يعني نسمع من حضرتك. ولكن يمكن اخر حاجه كنت انوه عليها قبل يعني اللقاء الاخير، يعني احنا ان شاء الله الحلقه القادمه هنسمع اللوح اللي احنا قرأناه اليوم تسميع طبعا، واسئله على اخفاء الشفوي اللي احنا يعني اكدنا الكلام عليه. ثالثا ننوه انه ان شاء الله لو حد عاوز ياخذ مقرا ورش بفضل الله احنا مستعدين، بشرط ان تكون مجموعه يعني مجموعه كامله، يعني ان شاء الله شيخ نبدا معاك. شيخ ديان، شيخ ديان بعد حضرتك ابراهيم مع حضرتك يا مولانا. اهلا شيخ ابراهيم تفضل. طب احنا حضرتك لما امبارح قلت في المقرأة ان شاء الله تكون مجموعه، في مجموعه من الاخوه تواصلوا معي من المغرب وفي مصر وفي بعض الاخوات برضو بعتوا على المقرأة وتم التواصل وعملنا جروب. تمام، فيعني احنا بس مستنين من حضرتك تقول لنا الشروط بتاعت الانضمام، وحضرتك ان شاء الله ممكن اضيفك للجروب ضفنا للجروب ضفنا للجروب ونتواصل معكم على الجروب ان شاء الله، ونعمل ان شاء الله مقرأة خاصه بروايه ورش ان شاء الله. طيب تمام يا سيدنا، ربنا يجزاك خير يا رب. مستعدين نخدم القران باي وسيله كانت بفضل الله. يعني ان شاء الله يعني للقراءات العشره احنا مستعدين لها ان شاء الله، ولكن يعني احنا نبدا روايه روايه كده، والمقرأة بتاعتنا الحاليه الان ان شاء الله هنصعد بها لغايه نصل للقراءات العشره ان شاء الله يعني بفضل الله. يعني ربنا يعني يطول في الاعمار ونكمل ان شاء الله في خدمه القران ونختم القران ان شاء الله. يعني اول حاجه روايه حفص، والاجازه لكل يعني ان شاء الله الجماعه هم متقنين ياخذوا اجازه في حفص، ثم بعد ذلك ان شاء الله ننتقل بعد كده لاعلى اللي هي القراءات العشر ان شاء الله برضه بالاخوه اللي هم نفسهم. يعني جزاكم الله خيرا، سعدنا بحضراتكم جميعا. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.